ما حكم حجز شقة في مول تجاري في كومباوند ولسه شقة ما اتبنتش؟ حرام شراء شقة ما اتبنتش، حرام حجز شقة ما اتبنتش، الكلام ده حرام، والفلوس اللي داخلة فيها فلوس حرام. طب ليه؟ لأن فيها 4 مخالفات شرعية. أول مخالفة شرعية إنك اشتريت من واحد لا يملك، الشقة مش موجودة، بيبيع حاجة ما يملكهاش مش عنده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. تاني مخالفة اشتريت من واحد لم يقبض، والنبي قال حتى يحوز التجار في رحالهم، والشقة ما اتقبضتش. تالت حاجة اشتريت من واحد ما ضمنش، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رابع حاجة ان عرضت فلوسك للضياع، لان معظم حالات النصب كان سبب كده. طب المخرج الشرعي، المخرج الشرعي عندك مخرجين، يا تستنى لحد ما العمدان تطلع وتشتري، يا اما تشتري نصيب من ارض وتبني مع المقاول، مش هينفرد المقاول لوحده، انت والمقاول بتبنوا مع بعض لان انت شريك في الارض. ده خلاصه الموضوع. طيب التفاصيل بقى هتلاقوها في الكتاب دوت، كتاب الفقه المعاصر في البيوع. طب ناخد بقى التفاصيل واحده واحده. طب ايه الدليل على حرمه ابيع حاجه، اشتري حاجه مش موجوده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، الحاجة اللي مش موجودة حرام تبيعها، وانت اشتريت من واحد ما عندوش شقة. طب تاني حاجة مخالفة شرعية في البيع في الحجز دوت، ان انت بعت اشتريت من واحد ما قبضش، الحاجة مش بقبضته. طب ايه الدليل ان اللي انا حرام اشتري من واحد ما قبضش؟ 3 أدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى التجار أن تباع السلع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار في رحالهم، وده ما اتحزمهاش. تاني دليل حديث ابن عمر، قال ابن عمر رأيت الناس يضربون في عهد رسول الله لأنهم لا يحوزون الطعام إلى رحالهم، بيبيعوا الطعام ولا يحوزوه إلى رحالهم. تالت دليل حديث أبو هريرة أنكر على مروان بن الحكم انه ترك الناس يبيعون السقاق الوصله، انه واخد وصل شوالين رز رايح يبيع الوصل والتاني يستلم منه، زي ما بيحصل في ليبيا، يبقى ليك تموين تروح بايع البطاقه ولا بيع الوصل وحد يشتري، الكلام ده كله ده حرام. طب ايه الدليل على حرمه البيع دوت، ان انت اشتريت من واحد ما ضمنش؟ الرسول قال الخراج بالضمان، لازم تجيب الحاجه وتتملكها وتبقى بتاعتك وبعدين تبقى انت ضامنها وتبدا تبيعها. الخراج المكسب بالمخاطرة، كده الراجل كده باع الشقة، تطلع فيها عيب ما يطلعش فيها عيب، هو كده كده الشقة دي مش بتاعته. طيب ايه المخرج الشرعي؟ المخرج الشرعي زي ما قلنا ان تستنى لما الشقة العمدان بتاعتها تطلع. طب ما فيش كده يبقى هتعمل ايه؟ هتستنى، هتشتري جزء من الارض وتدفع له ثمنه، يبقى الراجل المقاول معاه فلوس بدأ يبني اساسات وبدأ يطلع، وانت بتشاركه في مباني الاساسات وتشاركه في مبنى الشقة بتاعك، بتدفع له هو شغال، لا ينفرد المقاول بكل شيء لان انت بقيت شريك في الارض وشريك ليه في كل حاجه، بس المقاولين بيرفضوا كده. فاحنا شرعا حرام نشتري من مقاول لم يبني. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. واضحه مش واضحه؟ كنت